صباح الخير. إضعاف النفوس كثار، قضية المواد التموينية والعروض الترويجية اللي موجودة بالمحلات التجارية قضية ما بننتبه لها، لأنه فيها مشاكل كثير وخصوصا متعلقة بقرب انتهاء صلاحية هاي المواد أو حتى منتهي الصلاحية، وبنروح نشتريها لأنه سعرها بيكون رخيص. لهيك بلف ورجع اليوم بدنا نطرح هاي القضية ونتابعها مع المحلات التجارية ومع المستهلكين، ونشوف بنتبهوا على هاي المشاكل ولا لا. تابعونا. لما قررنا نطرح قضية العروض الموجودة بالمحلات التجارية، حاولنا نتواصل مع ثلاث جهات معنية بمراقبة الأسواق، وهي وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية حماية المستهلك، ولكن للأسف الوزارة حكت لنا أنها غير معنية بمراقبة صلاحية المنتجات، وإنما مراقبة فقط الأسعار. أما الغذاء والدواء فكان عندهم ارتباط خاص، ما قدرنا نعمل مقابلة، وجمعية حماية المستهلك كذلك الأمر. لهيك بدنا نسأل الناس، المستهلكين، المواطنين، ونسأل أصحاب المحل التجارية كيف بتعاملوا مع هاي القضية. المحلات التجارية على أي أساس بتعمل العروض على المواد اللي بتبيعها؟ والله كل محل على حسب، كل محل حسب شو عنده مواد، شو عنده شغلات، بيعمل عروض على حسب المواد اللي عنده. لما تروح تشتري مواد تموينية أو مواد غذائية، عمرك انتبهت على صلاحية الانتهاء؟ طبعاً، لكن أول شيء بتطلع على الصلاحية. بنشوف كثير من المحلات بيعملوا عروض دائماً بشكل مستمر، عروض ولكن الشغلات اللي بدها تنتهي بيعمل عليها عرض مشان تخلص بسرعة. هلا إذا واحد بده ياخذهم وشاف الصلاحية مثلاً إنه بقيها معه أسبوع، بده يستهلكها قبل هالأسبوع. عليها عروض ولا لا؟ والله كلها عروض هاي. عروض. انتبهت على تاريخ الصلاحية؟ نعم، انتبهت. شو وضعها؟ كويسة، لا ممتازة. كثير بنشوف محلات تجارية بتعمل عروض دائما بشكل مستمر، ولكن هاي المواد بتكون يعني انتهاء صلاحيتها قريبا، بعد أسبوع، بعد كم يوم. مزبوط كلامك. في حصلت معي يعني، ومن الصوفية أخذت المحل في عروض وطلع يعني ضايله أسبوع بس. قاعدين نشوف إنه دائما بتعملوا عروض. نعم. على أي أساس بتساوي هاي العروض؟ بنسويها على خدمة الزباين، وأنت شايف الوضع. الوضع بسمحش إنه واحد بدل ما يشتري شغلة بليرة يشوفها عندنا بنص، هو أبدأ في النص. طيب تربح فيها؟ نعم. كيف تربح فيها؟ بصح لنا شروات إن شاء الله. طيب في بعض المواد بتقارب على انتهاء الصلاحية، بتأخذوها بعين الاعتبار هاي الأمور؟ هسه هي اللي بتقارب على انتهاء الصلاحية بنعملها خصم جدا جدا رخيص. كل الناس ما شاء الله عليها يعني. اللي على أساس ما تظل عندك بالمحل؟ لا، يستهلكها المواطن والزبون. هي بتكون يعني قبل بشهر، شهر ونص. زي ايش المواد؟ يعني زي شيبسات، شوكولاتات، وهي الشغلات انت بتعرفها نص ساعة الولد بجردها. هسا في شغلات ماشي اللي بتتاكل يومي مثلا، او امرار بتطلع بشوف انه ضايلها يوم يومين بشتريها لانها بتنتهي بنفس اليوم، فبكون عليها عرض يعني قبل العرض، ما بتكون غالية كثير فباخذها. اما اشي بده يطول شوي لا ما باخذوش تاريخ قريب. اخذت هذيك المره جبنه وما انتبهت، كنت مستعجل، لما روحت على البيت كان ضيلها يومين، كانت خربانه والله يمكن تقريبا 5 ليرات، كبيتها والله. في رقابه على الاسواق؟ مليون بالميه، دائما انا بشوف السيارات بيجوا بفوتوا على المولات يعني باستمرار، حرام رب. محلات الدكاكين الصغيره بتشوف عليها رقابه؟ الصغيره لا والله. العروض يعني بحس انا لعبه على المواطن، بس يعني بيغلوا لك السعر، بيخصموا لك من السعر، بقول لك عرض بونص يعني عرض نار. مواد واصناف كثير، كيف بتتبع على كل المواد قديش بتنتهي الصلاحيه، ما تبعته، شو ظل عندك إشي؟ لا ما شاء الله عندنا شباب ما بتقصر يعني، عندنا شباب مختصه في هيك شغلات. موضوع المواد لما تنتهي صلاحيه شو بتعملوا فيها؟ بتروح تالف على التالف. نعم. على طول على طول. اي عرض في الدنيا بتوفي مع الناس، خصوصا يعني انه القوه الشرائيه في الاردن صارت خفيفه جدا يعني. للاسف في كثير ناس بتعتقد بانه مضي ايام قليله على انتهاء صلاحيه المواد، يعني يوم او يومين ما بتاثر على الصحه، ولكن للاسف الناس ما بتعرف بانه خصوصا المواد المعلبه فيها مواد حافظه، وهي المواد بتاثر على الصحه بشكل كبير.
في كثير من المحلات التجارية الموجودة بعمان وبكثير من المحافظات دائما بتركز على العروض، على المنتجات اللي موجودة فيها، وأسواق كبيرة وبكون في استهلاك كبير من قبل المواطنين على هاي المواد. فبدنا نشوف ونلتقي أحد أصحاب المحل التجارية. يعطيك العافية سيدي. يعني سيدي أنتوا من أكبر المحلات التجارية الموجودة تقريبا بعمان، ودائما بشوف وبلاحظ بأنكم بتركزوا على العروض أكثر إشي. أسباب هاي العروض، ليش بتعملوا هاي العروض بمحلاتكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا مستوردين وبنشتري من الشركات. أغلب الشركات مثلا يكون عندها كميات كبيرة وقلب تاريخ الانتهاج، الانتهاء الصلاحية ظلوا شهر أو شهرين، فبنأخذ البضاعة إحنا منهم وبنلم عليهم خصومات 50% أو 60% لغاية تيجي مرات 70% كمان. أغلب المواد التموينية الموجودة قديش ضايل على انتهاء اللي عليها عروض عندك؟ يعني شهر شهرين ثلاثة أشهر، في يعني 90% جديد البضاعة، بس نسبة العروض عندي 10% تقريبا. 10% تقريبا، وتتراوح تقريبا شهر، من شهر لشهرين. لو ضايلها يوم حتى بأخذوها بخذ، يعني الزبون عليها طلب البضاعة كثير، يعني عليها طلب. حتى لو ضلها يوم بشتريها بس لأنه سعرها يعني متدني بكون. القضية تكمن في موضوع الرقابة في هذا المجال، ولما نقول رقابة بنحكي رقابة على المحلات الصغيرة والمحلات التجارية الموجودة بالحارات وبالشوارع الصغيرة وبالمناطق الصغيرة، مش الرقابة على المولات الكبيرة، لأنه المولات الكبيرة فيها استهلاك دائم، فالمواد ما بتقعد وما بتظل موجودة على الرفوف، ولكن الدكاكين الصغيرة هي اللي بتظل فيها المواد، وكثير من ضعاف النفوس ما بيعرفوا قديش هاي المواد بتأثر على صحة الناس. لهيك اليوم بدنا نلف ونرجع لحتى يكون في تفعيل أكبر لآليات الرقابة من الجهات المختصة، رغم وجود فرق التفتيش بشكل كبير ومنتشرين بشكل كبير، ولكن بدنا رقابة أكبر. يعطيكم العافية.